السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ممكن كلامي الشيخ؟ تفضلي يا شيماء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا يا شيخنا من 5 سنين كنت متجوزة واحد وخرجت متطلقة بعد شهرين. كنت حامل في بنت وبعد 3 سنين رجعت له تاني عشان أربي بنتي. ماشي. فبعد ما رجعت لقيته سبب دين على طول. سبب الدين ده أنا بقالي 2 سنين كده معاه. ما بيصليش خالص. لما اقول له صلي مش عايز يصلي. مالكيش دعوه انت عايزه تاخدي ثواب على حسابي. رامي محصنات. بيمد ايده على حاجات ملهوش ان هو يمد ايده عليها. فلوس اي حاجه. صله الرحم حتى مع اهله مش واجبه زي يعني ما أنا. بيسرق. بيسرق كمان حتى لو حاجات بسيطه. كفاية قوي اللي انت قلتيه ده. فانا دلوقتي مش عارفه يعني كل الناس اللي حواليا بيقولوا لي ما تتطلقيش تاني عشان انت حامل تاني. والولاد يعني مين هو بيعاملك انت كويس؟ ايه هو بيعاملك انت كويس؟ عشان ده سؤال عايزه اساله. لا ده في ضرب وفي اهانه. طيب. وفي سب وفي كل حاجه. وانا كنت صابره الفتره ديت بس الدنيا بتزيد ان هو كمان عايز لو كان معاكي فلوس تدهانه كمان. فانا مش عارفه هل انا اتطلقت كده حرام عليا عشان معايا طفلين. طيب دلوقتي ولا ايه؟ بس سؤال تاني صغير. انا والدتي كانت يعني راقده في السرير وما بتتحركش خالص. وانا طبعا لظروف جوازي يعني فما كنتش بعرف بجيلها على طول. فكانت عورتها بتبان على اخويا. فهي كانت عايزه تسال هل دي حرام ولا حلال. هو يعني اللي بيشطفها او بيغير لها كل حاجه. طيب حاضر. شكرا. هي ما فيش حاجة وحشة ما قالتهاش. هنا بقى هنعتقد ان في شيخ اسمه سين وشيخ اسمه صاد. هقول لك الشيخ سين هيقول ايه والشيخ صاد هيرد عليه يقول له ايه. ماشي. فكرة كويسة ارجو ذلك. الشيخ سين بيقول دي لازم تتطلق. الشيخ سين بيقول لازم تتطلق. الراجل ده بيسب الدين وسب الدين ده كفر. وكفر بين ولفظي واضح تماما يعني. ما حدش يقول ان سب الدين ده بلبوني يعني. لا ده سب الدين كفر. ادي واحد. الشيخ سين بيقول لازم تطلق لانه تارك للصلاة. وتارك للصلاة عند الحنابلة قول عند الحنابلة رأي الحنابلة انه كافر. انما رأي التاني بيقول انه فاسق. الرأي الدلع يعني انه فاسق. الشيخ سين بيقول انه الست بتنضرب. والضرب ده ازاء والحديث لا ضرر ولا ضرار. رد عليه الشيخ صاد قال له لا. يعني ده خد بقاعدة اخف الضررين. دي مرات فرعون ما طلبتش الطلاق. فلازم ان انت انها تصبر وتحتسب عند الله سبحانه وتعالى. وبعدين انت هتشتت اسره وهتدمر اسره واطفال. اما كونه فاسق ترجى توبته. ندعي له بالهدايه ان ربنا يهديه. واما كونه كافر في لسب الدين نقول له انطق الشهادتين فانطق الشهادتين وتنتهي. واما كونه بيسرق فضرره على نفسه ان هو حر ولا هيتحاسب يوم القيامه بين يدي الله عز وجل يوم القيامه. راح ردد الشيخ سيد على الشيخ صاد وقال له بصراحة وبمنتهى الوضوح الأسرة اللي تتربى في مجتمع بتتضرب فيه الست لا تنفع أسرة. الأولاد اللي هيطلعوا يشوفوا أمهم بتنضرب هيطلعوا مجرمين وسفلة وهيضربوا ستاتهم بعد كده. الابن اللي يلقى أمه بتتهان لا يصلح أنه يعمل أسرة. إحنا بنشوه جيل بالكامل. لذلك الرأيين عندكم حيك الشيخ سين ولا الشيخ صاد؟ أنا برجح رأي الشيخ سين. مش علشان الصلاة وعشان سب الدين. لا عشان الضرب. أنا عشان الضرب هنا بقى بقول إنه هنا حصل الإضرار الحقيقي بالآخرين. أما الضرر في كونه لا يصلي، كونه يسب الدين، كونه يمد إيده على حاجة غيره. أما الإضرار هو الحاجة الوحيدة إنه بيضرب زوجته. وهذا الكلام غير مسموح به على الإطلاق. طيب.